الأخلاق اللي يقولها أبو عبد العزيز كانت موجودة والناس كانت أمورهم ميسورة، يعني أمورهم على قدهم ترى، ومع ذلك كانت ترى موجودة عندنا كلنا. الآن أبو شيء جارك ذا ما تعرف اسمه إلا كانك تقول أبو عايض، أبو فلان، أبو فلان، أبو فلان. لو يسألك أحد واحد جاي يقول تعرف فلان الفلاني، عساف الغبي، والله يا أبو الحمد ما أعرفه، ما أعرفه. أبو عايض، أبو عايض هذا جارنا، ما عمره قلط عليه، ما عمره سير عليه، مو بلازم عزمك يا أخي، تعال طق الباب سلم، يلا حيه أنا جارك فلان. وبعدين هاللي توه جاي الآن بعمر، مش بلا جارة ذاك ما يبادر يجي يسلم عليه ويعزمه على فنجان قهوة ويمد له السلك الكهرب، واللي تبي ترانا قريبين وحنا جيران وحنا كذا. والله جار لي مطيري في العقيق جعله في جنات النعيم عبد الله الميزاني، أول ما جيت جاء وقلطني وسلم علي ويبشر باللي تبي جعله في جنات النعيم، شفه راح جعله في الجنة وندعو له الآن. يعني ليش الأخلاق هذه اللي كانت موجودة بين الأمهات في الحارة اللي يعني هذه ترسل لها، ترسل لها أي شيء، لو هدية إلي كراع، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يعني ما رديته. لذلك يعني كونه يرسل له، ولما جاء عنده عزيمة الآن، بعض الناس عنده عزيمة الآن، جاره اللي جنبه ما يقول له أقلط. طيب ليه؟ طيب وش المانع أنك تقول له تعال أقلط عندي؟ يعني واجب أنك الآن تقول جيرانك ذولا. بعدين لما أنت صارت علاقتك مع جيرانك زينة يا أخي، حتى أنت تتشرف بهم قدام أهلك. صحيح أجل، والله صحيح. نعم، لا لأنهم هم أهلك، الجيران هم أهلك، أقرب من أهلك. إيه؟ أقرب من أهلك. إيه والله. هالحين منك الحين جيتهم صارت علاقتك بهم زينة وعزمتهم لجو أهلك، لا والله أنك معتزم بجيرانك، هذا جاري فلان وهذا جاري فلان وهذا جاري فلان. ليه؟ لأن علاقتك أنت بجيرانك زينة. نعم. لأنك كفو جوك، ولا لا ترى لا صار بعيد عنكم ترى ما هم جايين، لو تعزمني لباتر الناس شبعانين، لكن لا صارت علاقتك بزينة ولا بنجي عندك شيء ما بجيك أساندك مع قدام أهلك. يا سلام.